السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط. اليوم راح ناخذ قواعد يونت الأول، المحاضرة الأولى، القاعدة adverbs، الظروف، ظروف التكرار، صفحة 8 بالكتاب الملون. عندي always و sometimes و usually و often و never. adverbs قلنا ظروف التكرار، always يعني دائما، sometimes بعض الأحيان، usually عادة، often غالبا، و never أبدا. فشرحتها هنا بالورقة، شرحتها مع الأمثلة. خلينا ناخذ أولا. My father always has a rest after lunch. دائما ظروف التكرار يعني تأتي وراء الفاعل. هنا عندي my father الفاعل وبعدين ظروف التكرار. I usually do my homework after lunch. هذا الفاعل وظروف التكرار usually. 3 I never has a rest in the afternoon. الفاعل never ظروف التكرار. 4 I often watch TV for an hour. الفاعل هنا often ظروف التكرار. 5 He sometimes plays basketball. هنا عندي الفاعل وظروف التكرار اللي هي sometimes، وهنا الفعل الرئيسي بي اس. دائما ظروف التكرار يعني يستخدم ويا من؟ مع المضارع البسيط. شو اسم المضارع البسيط؟ present simple. هسه ان شاء الله على المحاضره الاخ اشرح المضارع البسيط. هنا عندي شغله واحده، عندي sometimes يعني مرات تجي بدايه الجمله ومرات ورا الفاعل. فاخذت بدايه يعني بس sometimes. Sometimes we bought his this. Sometimes we bought this word at the beginning of sentences. باعوا هذا جتي sometimes بداية الجملة وتأتي وراء الفاعل. شلون موقع ظروف التكرار؟ هنا موقع ظروف التكرار، أولا إذا كان الفعل اعتيادي يكون ظرف التكرار قبله. يعني هسه هذا الفعل، عندي هذا الفاعل وهذا ظروف التكرار يوجولي، وهنا هذا الفعل، هذا الفعل اعتيادي الدو. وين يكون ظرف التكرار قبله؟ يعني شوف هذا اليوجولي وبعدين الدو، إجا الفعل يعني اليوجولي إجا قبل الفعل، يعني هذا الفعل الاعتيادي وظروف التكرار إجا قبله. He always plays football on Friday. باعوا هذا ظروف التكرار وهنا عندي الفعل. Oh, my father never drives fast. My father أو never هذا الفعل. يعني إذا كان الفعل اعتيادي مثل عندي drives و plays و do يكون ظرف التكرار قبله. يعني شوف هذا ظروف التكرار، هذني never و always و usually يعني قبل الفعل الاعتيادي. إذا كان الفعل أحد أفعال الكينونة اللي هي is و am و are، هذني أفعال الكينونة اللي نقصد عليها البي. نحن قلنا البي حسب الفاعل، إذا كان هي وشي وإت يعني نحذف الفعل، نحذف البي ونخلي إز، وإذا كان آي نخلي آم، وإذا كان آر نخلي ذي وي ويو نخلي آر. هي إز سمتايمز إن جراي أو وير يوجوالي هابي. زين هذا إذا كان أحد أفعال الكينونة، يعني نقول يأتي ظرف التكرار بعده، يعني هذا ظرف التكرار إجا بعده الإز. هاي باعتبار بي عوضنا مكانه هي، يعني نحذف البي وعوضت هو هي، عوضت مكانه از. باعوا هاي وير يعني وي ار، هاي اختصاره وي ار ويوجوالي اجا ظرف التكرار بعده. هنا عندي ايضا ملاحظه الاخ، يقع ظرف التكرار بعد الفعل المساعد ار. وي ار نيفر ات هوم. باعوا وي ار نيفر اذ كان الفعل يعني ظرف التكرار ورا الفعل بعده، يعني ورا الفعل الرئيسي، يعني هذا ار الفعل المساعد، سوري مو رئيسي، هذا الفعل المساعد اللي هي ار يكون ظرف التكرار بعد الفعل المساعد. I haven't ever been in USA.
زين بقى لي شلون تجي صيغة السؤال. عندي مثالين. Ali Owen do his homework carefully. الدو نحوله إلى does، يعني نقول Ali Owen does his homework carefully. هنا عندي هي sometimes basketball play لو play لو plays لو play. ما دام عندي ظرف التكرار هي نخلي فعل زائد s يعني plays، وإذا كان مكان اللي هي مثلا they نخلي بدون مجرد. هنا هاي عيني ظروف التكرار. المحاضرة الأولى بيونت 1 للصف الأول متوسط، وبالتوفيق.